مساء الخير. حتى اليوم يواصل السوداني تحدي أكثر ملفات الفساد حساسية في العراق، بدأ من تهريب النفط واقتحام جهاز المخابرات والحرب العلنية على مهربي الأموال. وفي الأفق تدور أسئلة عديدة: هل سيقتحم السوداني ملف مزاد بيع العملة وحركة الأموال في المصارف؟ أسماء معدودة يجري الحديث عنها يوميا من دون رقابة أو محاسبة، أم أن هذا الملف كفيل بفضيحة لا تبقي ولا تذر؟ من يدعم ومن يرعى، من يهرب ومن يواصل السيطرة على أموال العراق؟ كل هذه الأسئلة رهينة الشهور القليلة لحكومة السودان الطموحة. أهلا بكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج بالمختزل، أرحب بها بكم وبضيوفي، لكن بعد التقرير. لم تكن سرقة القرن التي افتتحت عهد الرئيس السوداني إلا واحدة من سلسلة لا متناهية من جرائم الفساد، سرقات كلفت العراق أكثر من 550 مليار دولار، نصفها خارج العراق وفقا لبيانات البنك الدولي. ولتهريب العملة ومزاد الصرف الصحي للفساد العراقي، هكذا وصفته صحيفة الواشنطن بوست حصة الأسد من تلك السرقات والمليارات المنهوبة من جيب العراقيين. تصف الصحافة الأجنبية ملف مزاد العملة بأنه أكبر سرقة علنية تسري بوتيرة يومية، ولم تحاول أي جهة حكومية إيقاف الكارثة منذ لحظة 2003 حتى الآن. في مطلع العام الجاري اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إيقاف التهريب والنظر في أمر البنوك العائدة إلى بعض الأشخاص واستدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية آنذاك إلى البرلمان، وسمى ثلاثة بنوك عائدة لما يعرف بعلي غلام، وهو المتهم الأول بتهريب العملة بحسب مصادر رسمية ونواب عن لجنة النزاهة. وفي آب من العام الحالي أثار تسريب وثائق خاصة صادرة عن البنك المركزي العراقي بشأن تمويل ثلاثة مصارف تابعة لرجل الأعمال علي غلام استياء شعبيا، سيما بعد فضيحة إلغاء عقد شركة مملوكة لغلام مع مصرف الرافدين وإلزام الأخير دفع 600 مليون دولار. وبحسب الوثائق فإن ثلاثة مصارف عائدة ملكيتها لغلام وهي القابض والأنصار والشرق الأوسط استلمت خلال مدة وجيزة مبالغ من السلف التابعة للبنك المركزي العراقي وصلت إلى 321 مليار دينار، وهو ثلث المبلغ الخاص بمبادرة البنك المركزي والتي أعلن عنها قبل عام بتخصيص تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة 72 مصرفا. في الأيام الماضية انخفضت مبيعات البنك المركزي قرابة 80 مليون دولار، وهي أقل بنسبة 60% عن معدل مبيعاته اليومية التي كانت تبلغ 200 مليون دولار يوميا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، بالتزامن مع إصدار البنك المركزي قرارا بإيقاف التعامل مع أربعة مصارف بالعملة الصعبة. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن هذه الإجراءات استباق مثير للريبة عن عملية استحواذ كبيرة، خصوصا مع التغييرات التي يجريها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على المناصب العليا في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة. من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام، أرحب بكم وبضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو، النائب السابق كاظم الصيادي، حياك الله أستاذ كاظم، أهلا وسهلا بك. أيضا عبر السكايب السياسي المستقل السيد أحمد العريبي، أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله. بياك أستاذ كاظم، هواية يعني حلقات بالسومالية وغيرها تحدثت بها عن فساد مزاد العملة والمصارف وما إلى ذلك المتعلقة بمزاد العملة، لكن خلينا نقدم عرض للمشاهد بسيط انه هو شنو معنى مزاد العمله وشلون تتم السرقه بهذا المزاد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك وضيفك العزيز وكل الاخوه مشاهدي القناه الاكارم، حياك الله. بالحقيقه تكلمنا اكثر من مره بهذا الموضوع وقلنا بان ما يحتاج اصلا مزاد عمله. يعني هم الاخوان وين يودوا؟ المصارف الاهليه، والمصارف الاهليه اللي تقدم الفواتير مالت التجار، والتجار هم اللي يشترون وبعدين تصير قضيه التحويل. احنا قلنا لهم كالتالي: هسه جنابك تاجر وعندك
شراء في احد الدول، تجي للبنك المركزي تقدم، تخلون حساب هناك بهاي النافذه، تخلي حساب لك لاي مواد تريد تشتريها، وتصير تحويل بالمباشر بدون هاي السمسره وبدون هاي العمليه اصلا المسيسه. لان تعرف جنابك اليوم الارهاب في العراق سياسي والفساد في العراق سياسي. اكثر من مره تكلمنا على اسماء ومسميات، وحتى في يوم من الايام في قانون النزاهه، قانون من اين لك هذا، انا اتذكر في الدور البرلمانيه السابقه وقفت هيئه الرئاسه واعضاء مجلس النواب واللجنه الماليه وحيتان مجلس النواب اللي كانوا متغولين داخل مجلس النواب في قضيه عدم اقرار فقرتين. وبالمناسبه انا الفقرتين هم جيت اسحبهن واراويهن للمشاهد. الفقرتين كالتالي: تعديل، اولا يشمل بمن اين لك هذا جميع اصحاب يعني القطاع الخاص. الاخوان طبونا بعذر اقبح من فعل، بان اذا كشفنا وقلنا من اين لك هذا ونقوم نتابعهم يشردون. قلت له ليش؟ قال يا ذولا يخافون على اموالهم. قلت له يعني حراميه؟ مو حرامي يكشف امواله، ما عنده مشكله، تاجر ابن تاجر وغني، اذا حرامي لا تختلف يخاف. قضية الأخرى، لا هو غير دور مجلس النواب، هو رقابة استاذ كامل. لا راح أراويك، أنا يمكن قدمت الطلب وهسا حتى إذا أراوي المشاهدين هنا أنا أعتقد عندي موجود يعني. طيب، فقدمت لهم وش قلت لهم؟ قلت لهم أخوان إذا خلنا نقدم، وقعت من أعضاء مجلس النواب رئيس مجلس النواب ونائبيه ما طرحوه أصلا داخل جلسة مجلس النواب، وهذا تدري مو اغتصاب حق وإنما هذا جريمة، لأن من حق عضو مجلس النواب يجمع تواقيع وقدمها للرئيس، والرئيس ذيك الساعة راح يعرضها على مجلس النواب، ومجلس النواب هو اللي يعني بكيفه صوت ما يصوت، القرار قرار مجلس النواب. القضية الأخرى إيش قلنا؟ هم خلوا فقرة يعني الموظف الحكومي مع الدرجة الثانية إذا عنده أموال من حق النزاهة تستقدمه. أنا خليت فقرة قلت لا، أي شخص بالدولة العراقية اليوم، أنا مثلا فلان شفت مثلا اشترى بيوت بالأميرات وعنده أموال وعنده كذا، من حقه أروح أقدم إخبار عليه بالنزاهة، والنزاهة دزت قلت، لأن يعرفون ثلاثة أرباع أموالهم مسجلينها بيمن بأطفال، ومسجلينهم ناس ميتين، ومسجلينهم بأسماء يعني ما أوتي الله بها من سلطان، ما يلقونهم أصلا، ما يلقونهم، الجناس يجوز مزورة زين. فالأخوان ما قبلوا، ليش ما قبلوا؟ حتى يسوون آلهة تعبد للفساد زين. جينا قلنا لهم يابا مزاد العملة ما يحتاج هالآلية هاي، تدري باليوم الواحد إيش قد تربح المصارف؟ تقريبا بالاسبوع الواحد على هذا يعني من 1450 ل 1460 هذا الواحد. تدري اسبوعين ايش قد تربح؟ تربح 12 مليار و500 دينار عراقي. تدري بقضيه استبدال العمله بالاسبوع الواحد ايش قد ربحت البنوك؟ مصارف الاهليه ربحت 420 مليار دينار عراقي. تدري حصه علي غلام ايش قد؟ 90 مليار اقل اكثر، 90 مليار باسبوع واحد. طيب ارجع لك بسؤال اخر تحديدا عن المصارف اللي اوقفها البنك المركزي وسبب التدقيق بعد سلسله حلقات وسلسله تغريدات، حتى سماحه السيد مقتدى الصدر اذا تذكر واحده من التغريدات ذكر هذه المصارف. الان هاي معركه مال التغريده كانت، والله كان اكو تنافس على قضيه منصب البنك المركزي خلف الكواليس اللي كانت موجوده. بس نرجع لها، خلينا نرحب بالاستاذ احمد العريبي النائب السابق والسياسي المستقل. حياك الله استاذ احمد واهلا وسهلا بك. بكم مصرف تعتقد يدير عمليه تسريب العمله الى خارج العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك استاذ العزيز، وتحيه للضيف الكريم والصديق العزيز الاستاذ كاظم الصيادي، حياك الله. وكذلك هذه قناه حقيقه، احنا في بدايه الامر نعرف لماذا البنك المركزي يعمل المزاد. المزاد هو لغرض الحصول على العملة العراقية، وبالتالي يصرف رواتب الموظفين وكذلك أصحاب المشاريع الذي يستحقونها من قبل أخذ العقود من المحافظات وما شابه ذلك. يعني لولا بيع هذه العملة الأجنبية المتواجدة من جراء عمليات تصدير النفط الخام لما استطعنا أن نوفر هذه المبالغ. هناك
في ذلك الوقت شكلت لجنة حقيقة من قبل دكتور قصي السيال والأستاذ أحمد الشلبي، يمكن تذكرها الأستاذ كاظم الصيادي، أن تكون هنالك بدائل لغرض هذه المزاد العلني، ولكن ما قدروا يوصلوا لنا نتيجة. لا وصلوا شيخ، وصلوا وصلوا بس انباقت الأوراق. صار كاظم معرف بها بعض لأن كان قريب البشر. هسه نرجع له، نرجع له بها. إيه عموما احنا شو نقول؟ نقول المشكله حاليا وصلت الى اتفاقات سريه داخل بيع مزاد العمله. انت تعرف كل الوثائق والفواتير تاتي من قبل اصحاب البنوك لغرض دخول مزاد اي مزوره، وهذه معروفه عند اي شخص سواء تواجد بالبنك المركزي او داخل الحكومه العراقيه. بس هنالك حلول؟ ما موجودة حلول. الآن الاستفحار صار أكبر، والمشكلة يا أستاذ العزيز أنت من تتدخل بهذا المجال. أنا قبل أشهر يعني في أحد المقابلات التلفزيونية قلت على المجلس القضاء على أن يتدخلوا بقوة، وأنا دعيت شخصيا الأستاذ فائق زيدان، قلت له أتمنى تستدعيني لأن أنا عندي بعض الأمور اللي بالنتيجة النهائية أصلا شوت سمعتكم أنتم كمجلس قضاء الأعلى. طيب. أشوف النتيجة النهائية شو يقدمون علينا استقدام ويقدمون علينا دعاوي، فلذلك جملة تحاشى. هنالك أمور لابد أن تكون لها معالجات فورية، وإحنا حقيقة نعول على الأستاذ محمد الشاع السوداني وكذلك على مجلس قضاء الأعلى، لأن أنت تدري إحنا حاليا الجهة الوحيدة اللي نؤمن بها إيمان مطلق ونتمنى أن تبقى صح صمام أمان العراقيين هي القضاء، والقضاء اللي يعني على رأسه شخصية نزيهة ويتمتع بصفات قانونية جيدة، عليه أن هو يمسك مع بالتعاون مع الأستاذ محمد الشاع السوداني أن يمسكوا هذا الملف، وبالتالي يعني جعل حلول سريعة، لأن كافي أنت تعرف يعني من قبل 4 أيام كانت المزاد 280 مليون دولار يوميا، بعد أن لولا الخزانة الأمريكية هي اللي خلتنا يعني نتخذ قرارات، ولا بيان الخزانة الأمريكية صدر قبل حوالي 10 أيام، وبالتالي البنك المركزي اتخذ هذه الخطوات وتوقيف هذه البنوك. تدري نزول من 280 إلى 80 يعني هذه كارثة. إذا لابد أن يسألوا هؤلاء الذين كانوا بصدد الحصول على هذه الأموال وبالتالي تهريبها على واضح داخل العراق، تهرب يوميا هذه الأموال إلى خارج العراق، إذن هنالك عملية غسيل أموال كبيرة جدا. لذلك إحنا نتمنى من الأخ أبو مصطفى وكذلك الأستاذ فائق زيدان أن يمسكوا الملف بأيديهم، وبالتالي أن يجعل هناك حلول سريعة مع يعني الاعتماد على بعض الشرفاء والذين يفقهوا بهذا المجال. أنت مثل ما تعرف أستاذ كاظم الصيادي ملفات كثيرة في هذا الأمور يملكها، وكذلك كثير من الناس المتواجدين. خلينا نشوف ملفاته وجايبوا يا اوراق، خلينا نشوف شكشف النظام مستر كامل على الاخوان بمجلس قضاء الاعلى وكذلك رئيس الوزراء ان يعني يلتقي مستر كاظم والاخرين لان لابد ان تكون هنالك حلول، والا عمله اجنبيه يوميا تصدر من العراق وتخرج خارج العراق بوجه غير حق. لابد ان انا مثل ما اقول لك ان تكون هنالك حلول سريعه جدا. طيب معلومه للمشاهد، الارقام اللي ذكرها الاستاذ احمد العريبي هي ارقام مبيعات يوميا انخفضت من 280 مليون دولار الى 80 مليون دولار فقط بعد توقيف التعامل مع 4 مصارف لغرض التدقيق. معلومه ثانيه، كل من يرد اسمه في هذه الحلقه فحق الرد مكفول له بمهنية السومرية ومهنية برنامج بالمختزل. أكمل الحديث ويا أستاذ كاظم الصيادي، منو علي غلام؟ شوف هسه أنا الرجل اللي أعرفه كان عنده تشامبر يبيع بيه دولار، أعتقد يعني ما كان يمتلك غير يجوز 20,000 دولار أو 30,000 يتعامل به يحصل ربحه اليومي، بعدين صار يشتغل بأعتقد بأحد المصارف الأربعة، بعدين استحوذ عليه بقضية يقال، هسه أنا ما متأكد من هذا الموضوع على الرغم من بعض الحقائق قد تولد بعض الشبهات بأن قد استحوذ عليه بأساليب غير قانونية، بعد ذلك توسع
وعلى ما اعتقد اموال كثير من السياسيين وياه، والا ما اعتقد اليوم انتم مرتوا ناس تجي تسولف هنا ما حد اجى. وهذا انا اعتبر غطاء، غطاء للفاسدين. الانسان مو حرامي مو فاسد يطلع يتكلم بالمعلومه اللي عنده. اليوم الشارع يريد يعرف من اللي باقي. واصحح معلومه، صحيح اول يوم صار 80 مليون دولار بس بعدين استقرت على ما يقارب 158 لا 160. الفرق يوميا 100 مليون دولار، 100 مليون دولار واكثر. القضيه الاخرى، هو البنك المركزي كان نوع من انواع سند للفاسدين. هسه راح تسالني ليش، اعطيك عده معلومات. مثلا بسنه 2013 و2014 باع البنك المركزي ما يقارب 57 مليار دولار بالسنه، الأوراق ثلاثة أرباعها مزورة، فواتير الشراء، فواتير مزورة منقوصة. إيش غرموهم؟ غرموهم 160 مليار. هذا كم مصرف صراحة العملية؟ المصارف عندي، أنطيك الإحصائية اللي موجودة عندي على ما أعتقد. كل المصارف استاذ كاظم، اغلب المصارف اللي اشتركت بالمزاد العلني. لا، في هذه القضيه، قضيه التغريم استاذ احمد، في هذه القضيه هاي المصارف، المصارف اللي اشتركت. نعم. شرق يعني الاوسط، جو الفرات. لا لا، اشور كان ماخذ 2 مليار، سومر 5800 مليار، البلاد 3 مليار، ذن العراق التجاره مال 600 مليون ما اذكر هنا، الشرق الاوسط مليار، جيهان 3 مليار، الوطن الاسلام هذا عود اسلامي 4 مليار، هذا لو علماني شو اسوي، التجاري 1 مليار، بابل 1 مليار، كردستان وكفو 2 مليار، المتحد 3 مليار و600 مليون، ازيد مصرف كان ماخذ الهدى 7 مليار. هاي شنو الاموال؟ هاي الاموال اللي اخذوها على اساس هي شنو، دعم للتجار حتى ترسل حوالات لتعزيز أرصدة التجار بالأماكن اللي مشترين بيها، هولندا، فرنسا، ألمانيا، الصين، غيرها. هاي أموال تحويل، هاي لقوها هسه ما نقول كلها، ثلاثة أرباعها. المشكلة بقرار البنك، يعني يأخذون 47 مليار دولار، مليون يتغرمون دولار. مليار دولار يتغرمون 160 مليار دينار، وبعدين محافظ البنك المركزي يبتع عليهم خطية يقسمهن بالنص، النص الثاني الله أعلم وين راح، والنص غرمه وما أدري غرمه لو ما غرمه. زين، القضية الأخرى، تتذكر القضية اللي هي الطامة الكبرى مال غرق بسبب الأمطار مال 7 مليار. ما أعرف، ما يعرفون يسبحن ذن 7 مليار أو شبكة زينة قوية نزلت عليهن، والمصيبة قانونية، محضار اتلاف وجابوا من الانواع الجويه، فعلا اكو امطار، اي فعلا اكو امطار، ندري احنا اكو امطار، بس هل من المعقول هالسذاجه هاي؟ يا اخي اخوان احترموا عقولنا شويه، شويه احترموها، اعطونا احترام. يعني هاي الخزينه المصفحه معقوله يدخل لها ماي؟ لك هي عبوه ما تاثر بيها، قنبله صاروخ ما ياثر بيها، يطب لها ماي؟ منين طب لها الماي؟ شنو مزنجره مثلا هي سايبه؟ هذا الكلام ما معقول، ما مقبول. هذا الكلام عار، عار على تقرير أن يصدر هيك معلومات. طيب. قضية الأخرى اللي تكلم به السيد النائب، صار تقرير. طبعا أنا بكل تقرير يحطوني ثاني يوم يستبعدوني، لأن يدرون بي الأسمحن كلنا تعطيه للجمهور. طبعا الحلوة دزيت كتاب، دزيت كتاب يا بريد أوليات، لأن ضاع علينا، ضاع على مجلس النواب. إحنا بلجنة النزاهة طلبنا من هيئة الرئاسة يا بريد أوليات التحقيق اللي كان عليها الرئيس قصي. طبعا قصي أخذ الملف ودز لأحد الزعماء الحزب وقال ذولا ربعك أسماهم واردة هنا. المهم من أجيت آني قالوا يا بي ما موجود الملف، عد من؟ هاي ملفات مجلس النواب، حتى لو أحد النواب يطلبها بس الأصل موجود. قالوا عد أحمد العلوان، لأن كان هو رئيس لجنة الاقتصاد. أحمد العلوان وين؟ بالسجن. هم وصلنا نعلم بويا شوفونا أحمد العلواني عده هذا الملف. ما عنده الملف، الملف راح تبخر لأن بي حقائق إذا انكشف. هذا الملف كان لجنة برئاسة قصي وعضوية أحمد الشلبي الله يرحمه، مثل ما قال الأستاذ أحمد. أنا اللي أتذكر كان أحمد العلواني، أحمد الشلبي ما أتذكر بالضبط، أحمد العلواني أتذكر.
وكنا احنا بالبدايه طلبنا ان ننضم لهاي اللجنه ووافقونا، لان بقيت اتذكر قبلها بفتره انا طالع وذكرت خمس اسماء هم يترددون على البنك المركزي، ومن ينزلون بالسياره بالتصوير مال البنك المركزي وياهم مدراء مصارف ماخذينهم ومرجعينهم، ايش عندهم مدراء المصارف اذا مو اقتصاديات تابعه لهم. لما انفضحنا هذا الموضوع وعدنا الاوراق شافوا انه خطر نهدد هاي المواضيع، وقال لك كاظم اذا طلع الاوراق يطلعهن بالنص. الكارثه الاخرى، شوف هاي الورقه اللي عندي اذا موجوده عندك كان طيتك اياها اللقطه يعني ما لحقنا نطلعها بال... المهم هاي الورقه خلي يشوفوها الاخوان وخلي يشوفها الشيخ احمد العريبي اذا معوز شويه. ايش بيها هاي الورقه؟ هاي الورقه بيها مستوردين بيوم واحد مستوردين 300 طن مسحوق غسيل. بالله عليك هذا ال 300 طن لو ذابينهم بدجلة والفرات من قد حركة الماي ما وقف، يعني على التاجر ان شاء الله الوقف وعلينا السبح. اسالك بالله يا اخي ضحكون علينا بيوم واحد 300 طن واحد. هذا ورقة رسمية طبعا، بالمناسبة عندي مثل هاي 1000 ورقة واذا تشوفها بس خليها حد المصور يقرب الكاميرا عليها. لا استاذ كاظم ولا اقطع كلامك استاذ كاظم حبيبي شيخنا. اي استاذ كاظم انت مو بس هاي الطامة الكبرى، في هاي مصرف مستورد عن طريق يا مصرف المصارف لا تحفظ عنها، وهاي عن طريق منفذ طريبيل. اي استاذ احمد لك الكلمة تفضل. اللي الفواتير خاصة خرجت من قبل بنك الشرق الاوسط في ذلك الوقت تصور 10 ملايين دجاجة نسائية، 10 مليون دجاجة يعني نلبس احنا ودول الجوار. لك الله يطيح حظكم، لك الله يطيح حظكم، لك احترموا عقولنا شوية. احنا المشكلة استاذ العزيز هسه رغم هذا قبلني زين، هاي المواد اللي دخلت مو لازم تروح للجمرك وللضريبة، وش يحسبهن بالجمرك؟ مواد كبيرة جدا، يعني لو كانوا هم صدق مستوردينها لازم تذهب للضريبة والجمرك، ونتيجة بها مردودات إيجابية للبلد. خلينا نرجع لهاي المعلومة استاذ احمد من رخصتك. نعم. عن طريق مصرف الشرق الاوسط ذكرت قلت لك في احدى الفواتير يعني بيوم واحد فاتورة واحدة. تدري المصرف يطبب كل بضاعته عن طريق 10 ملايين دجاجة نسائية وكذلك ملايين أطنان من الحديد. حتى الدولة يعني استيرادات من قبل هذه الفواتير الدولة ما مستوردة بقدر كميات الحديد اللي جابتها للعراق. يعني تصبوا العراق بأراضي أو صحراء كلها للأمانة أستاذ العزيز. يعني الأخ دكتور قصي السهيل كتب بيها مراد يوقف، بس المشكلة عندهم عذر بأن شلون راح نوفر رواتب للموظفين. ما له دخل. لا 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 شيخ أنت رجال تاجر ما له دخل، إذا ما اشترى المصرف يشتري التاجر. أنا تاجر أريد أجيب اليوم دجاديش مشققة بعشر ملايين. عشر مليون أريد أجيب 300 طن بيوم واحد، أريد أوقف نهر دجلة والفرات حتى السبح مجانا يصير. شي له دخل أنا أروح للبنك المركزي للنافذة الواحدة واشتري وهم يحولون بالمباشر، شنو الخطأ الموجود؟ طيب نتابع وياكم الحديث أستاذ كاظم أستاذ أحمد وعن كيفية اختيار المصارف للدخول بالنافذة الواحدة لبيع العملة، لأن مو كل المصارف داخلة ببيع العملة على ما أعتقد، لكن بعد الفاصل خلينا نروح الفاصل بعد ذلك نتابع البرنامج. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أرحب بكم وبضيوفي الأعزاء. بعد ما ذكر السيد أحمد العريبي قضية 10 مليون دجاجة نسائية المستورديها بيوم واحد، أروح إلى موضوع مهم أستاذ كاظم، هو شلون يتم قبول المصارف في نافذة بيع العملة؟ وشلون صار تذكر التصنيفات اللي صارت وحددوهم بعد تغيير سعر الصرف وليش هاي التصنيفات وليش هاي المصارف تحديدا شلون يتم اختيارها؟ شوف خل بالبدايه طلع لك هذا الكتاب اذا قدروا يشوفوا له ادري ساحبه وجايبه. هذا الكتاب اللي خليت اضافه فقرتين اللي كان من الممكن ان يقضى على جميع الفاسدين اللي متورطين بالقطاع الخاص او المواطنين اللي سجلت باسمائهم. طيب المهم يعني شوف هذا الكتاب يقول كالتالي، يقول اضافه فقره مدراء المصارف الاهليه ومؤسسيها، يعني شك واحد
هذا حتى يحمي هاي القائمة من هاي القوائم. شوف هاي هاي قائمة بالأسماء، هاي مثلا من تجي هنا المصرف العالم، خلنا نجي لما نجي نلقى موظف، موظف اسمه سيف الدين أو سيف أي سيف الدين سعد هاشم أو كذا، يعني هذا سيف بدير يسمونه، هذا عنده 24 مليار و749 و833 و336 ما أريد أذكر الأسماء البقية. هذا كان موظف، كان موظف، منين امتلك هاي الأموال؟ مثلا لما تجي وتفتر على بقية الأسماء تدور الأسماء، هاي الأسماء الثاني عبد الكريم علي العنزي على ما أعتقد، لما نجي يسجل باسم عارف ابنه وابن محمد وابن رياض وأسماء، ويمتلك بمصرف 40 مليار. وإذا أطلع لك بعد هنا مصائب سود، هاي طلعتني أنا أكثر من مرة، يا بستدعوهم، هذا كتاب رسمي وهاي كتب رسمية، يا بستدعوهم ذولة قل من أين لك هذا، وتعال جيبوه هو والبقية، وهذا واحد أنا هم طلعته في مصرف المستشار اللي ما أعرف، هم كلهم ساكنين ببيت واحد ويمتلكونهم ما يقارب أكثر من 50 إلى 60 على ما أعتقد، اسم الأم وحدة ما أريد أذكر الاسم، بس أذكر الاسم الرئيسي اللي هو اسمه هدير، اللي يمتلك له هو وأخوته وساكن، طبعا بالمناسبة كلهم ساكنين بيت واحد، الحلو العنوان واحد، بيت واحد ويمتلكونهم فوق 40 50 60 أكثر مليار. المصرف الأخير اللي هو المصرف الموصل اللي هو مال تمكين، أنا كنت طالب حوزة بالنجف، كنا مرات نرد نروح نصلح سيارة، تدري سيارات تعبانة، نروح هناك، تمكين كان عنده محل بالحي الصناعي، اليوم تمكين يمتلك أموال ومصيبة سودة، زين يابا ما عندنا شيء، يجوز الله وفقه، يجوز عنده أملاك، يجوز عنده ورث، وبالمناسبة مثل هاي عندنا آلاف الأسماء، ذول اللي طببوهم بسوق العملة. القضية الأخرى، تدري بعض المصارف على ما أعتقد الإسلامي يريدون عنده ضمانات 100 مليار تأمينات، والمو إسلامي يمكن هسه صار 250 مليار. تدري اكتشفنا شكو من تطلع لجنة التخمين حتى يوصلون 250 مليار، 250 مليار شي يسوون العمارة أم 3 مليار يسوون 15 مليار. تدري أحد المالكين لأحد المصارف، لأحد المصارف اسمعها، كان ما يمتلك قوت يومه، اليوم يمتلك ما يقارب، تشقد قلت هذا بالمخابرات يمتلك، قالوا 57، هذا على ما أعتقد يمتلك ما يقارب أكثر من 150 عقار، 150 عقار كله جادرية، منصور، داودي، ومزارع وفلل وبيوت برا، منو اللي حاسبه؟ حكينا أكثر من مرة، زين أحد المصارف اللي هو المتحد اللي هسه أعلن إفلاسه، كم مرة أنا حكيت عليه من سنة 2017 ولهذا اليوم أحكي عليهن، يابي يا معودين، تدري إيش قد مطلوب؟ مطلوب بس لصندوق دعم الصادرات اللي هو بالمعرض بغداد اللي تابع لوزارة التجارة، مطلوب ما يقارب 70 مليار. إيش قد مطلوب للأمانة؟ 70 مليار. إيش قد مطلوب لأحد المحافظات؟ تقريب 60 مليار. تدري الأموال المطلوبة إيش قد؟ ما يقارب تريليون. هسه أخوه الثاني فتح له مصرف من هاي الأموال، يدزون عليه ويقول تعال هاي الأموال تكاثرت منين، كانت تشتري تشتغل، تعال جيب لنا الأموال، إذا أموال حقيقية خلاص حقيقية. القضية الأخرى شي يجيبون، أنت إيش تتصور هاي المصارف واجهات لفلان وفلان بالأسماء والمسميات؟ لا، هاي اقتصاديات أحزاب وزعامات، هاي قضيتها تهريب المهرب لحد. إذا كانت اقتصاديات أحزاب ليش ما حمت هاي الأربع مصارف اللي عركة وقفها؟ هاي صدقني عركة سياسية، عركة بين كتل سياسية، لأن هذا استحوذ. شوف راح أسولف لك سالفة، هاي أنا سمعتها من مصدر، قد تكون إشاعة وقد تكون حقيقة. المنصب مال البنك المركزي، طبعا بالمناسبة يعني هل من المعقول كل هاي مصائب البنك المركزي ما يصير سحب يد، سحب يد لمحافظ البنك المركزي، ما يصير استبدال أقلها ويصير تحقيق ومنع من السفر؟ هل من المعقول يا رئيس الوزراء تقبل استقالة رئيسة هيئة النزاهة وهي متورطة في قضية الرفيل؟ هل من المعقول رئيسة هيئة الاستثمار الاستثمار هل من المعقول يعني 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 هاش يعني ليش أسحب إيدها وخلي واحد بدالها وامنعها من السفر لحين اكتمال التحقيقات؟
تدري اكو كوارث مصائب سود بهاي المواضيع. طيب. تدري هذا اللي هسه وين هو موجود؟ بتركيا ويمتلك مليارات. من هو هذا؟ ابو مصرف المتحد وغيره. يابا كلها جاي نقول اخوان شبهات حققوا بيها. تدري احد الوزراء الهاربين اللي تكلمت عليه ولا واحد فيهم ذكره اللي هو وزير العدل؟ تدري هسه عنده فيلل وعمارات واستثمارات وغيرها وغيرها في تركيا. تدري روح بس للأردن شارع بشميساني للعراقيين قيمته أكثر من 3 إلى 4 مليار دولار على المشتريات مالته والمنطقة اللي بيها. تدري بتركيا شقد مشترين مزارع أدوية مستشفيات مصار؟ أكو أحد إجا وحاسب ذولة؟ بالعكس، شي يسوون ذولة هسه من يروحون يشتكون على كاظم الصيادي؟ كاظم الصيادي يوقف مذنب ويطب للمحكمة يستحي يخجل من الناس من الشوفة. طيب. ما تقول لك جايب قضية تشهير وغيرها وغيرها وغيرها. احنا شو نريد؟ احنا نريد نعاونكم قسما بالله. الله يلعنكم اذا طلبنا من عندكم في يوم من الايام منصب. مو طلابين مناصب، انا اشرف من المناصب اللي جيتوا انتم وقلتوا لي تعال خذها. طيب. انا اتنزح عن هاي مناصبكم، بس احنا شو نريد؟ نريد نحمي هذا المال العام من السراق، من الحرامية، من الزعامات، مع احترامات للبعض، من الأحزاب اللي استولت على الدولة ونهت الدولة. تأخرنا على أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، المصارف الأربعة اللي مثل ما قلت جنابك بأنها يعني تم منع بيع العملة أو كذا لسبب التدقيق، بكم تقدر أرباح هذه المصارف تحديدا من نافذة بيع العملة؟ أنت مثل ما ذكرت لهم، يعني إذا 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 فقط البنوك الثلاثة إذا تبيع بالسبوع 90 مليار، من تحسب عائداته، يعني هم بالنسبة لهم تعرف يشترون 144.5 ويبيعون 147 وكذا، فالفوارق هي تقريبا رقمين بتحسبها أرباح مهولة جدا جدا. هي المشكلة مو هذه السادة العزيز، المشكلة بعد 2003 طريقة منح إجازات البنوك كانت طريقة خاطئة. أنت تدري أكو تكاكين شالت بنوك فقط الغرض منها هو أخذ الأموال العراقيين من فلان وفلان، فلوس عراقي على مود يروح يدخل مزاد، وبالتالي جابوا أرباح كبيرة جدا كثير. بنك الهدى وغير بنك الهدى، بس للأمانة شوف بنك الشرق الأوسط أستاذ العزاي معلومة قبل أن لا يستحوذ عليه علي غلام، بنك الشرق الأوسط كان من أنظف وأفضل البنوك في العراق، اللي من كان يقوده رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مجيد الحافظ، حقيقة حتى ما دخل في مزاد العملة، يعني ما دخل مزاد العملة أصلا في ذلك الوقت. المشكلة ماكو متابعة، المشكلة ماكو رقيب، المشكلة الإخوان كل واحد ما أزكي شخص، كل واحد منتجي على جهة استاذي، كل شخص منتجي على جهة، لذلك جاي يعزون اكو ناس شرفاء تيجي تحاسب، بس من تجي تحاسب تلقى فلان ملتزم الجهة الفلانية. طيب. وفلان. إذا ردنا نقارن استاذ أحمد، إذا ردنا نقارن بأموال سرقة القرن اللي هي 2.5 مليار دولار وما ربحتها هذه المصارف اللي تم إيقافها، بأيهما تعتبر سرقة القرن؟ لا طبعا هذه أكثر بكثير. أنت من تحسبها من 2000 طبعا من 2008 ولحد هذه اللحظة يعني أموال كثيرة، لا سرقة القرن ولا أكثر. كثير من الأمور يراد لها معالجات. إحنا شو نعول على أستاذ أبو مصطفى؟ يا أستاذ أبو مصطفى شلون نحلها؟ مو يقولون إذا وقفنا نافذة بيع العملة 92% من واردات العراق راح توقف. شلون العفو، هاي الدول الموجودة المجاورة إني شلون حاليا جاي يحصلون على العملة الأجنبية؟ يعني ليش ما يكون عندهم هذه الارتفاعات المهولة؟ يعني ليش ما يكون هناك فوارق؟ يعني هسه أنا عايش بالإمارات، الدرهم الإماراتي ثابت، سواء تشتري من الصرافة تشتري من البنك ثابت، ليش احنا بالعراق عندنا هاي المتغيرات الكبيره؟ هذه هم سؤال يطرح نفسه، ليش ما ناخذ واحنا اهل الخبره؟ يعني احنا اهل الخبره، ليش بالنسبه لنا اذا حاليا عجزنا، يعني الشخوص الجايين بيهم على رؤساء الدوائر ما يملكون ذيك الامكانيات،
علينا ان نتجه للدول المجاوره، نتجه للكويت، هذا الدينار الكويتي. في يوم من الايام شفت اكو فارق بين السوق السوداء وبين البنك المركزي الكويتي، سعر ثابت، وكذلك بالامارات، وكذلك بقطر، وكذلك بالسعوديه. ليش بس احنا هاي الفوارق؟ اذا هذه مزروعه، هذه شغله يراد منها الكسب الغير حقيقي، وماكو معالجات. معالجات ليش؟ هي الاحزاب. اخي الاحزاب سبب هذه البلاءات اللي صارت على العراقيين، تدخل في جميع، اعطيك فد معلومه ولو احنا خارج عن سياق موضوعنا. تفضل. انت تدري من 2003 ولحد الان، هذه انا مقدم بها مشروع حاليا وراح يوصل ان شاء الله مجلس القضاء الاعلى، من 2003 ولحد الان ايش قد مواد دخلت العراق بصوره غير شرعيه وصدرت من سيارات، كونتينرات، سجائر، مواد احتياطيه، كثير مواد، صهاريج، جد مسك الصهاريج مهربة للنفط، صهاريج يمسك لازم يبعض كل هذه المواد اللي مسكت من 2003 ولحد الآن. أنا بدي أشوف وينها، شو لان بعد ما زاد علني ولا استفاد من يعني هاي كارثية. قبل بزمن صدام حسين أستاذي العزيز، إذا مسكت هذه المواد بعد 3 أشهر تباع بزاد علي، تباع وينها بالمشكلة. بس انت تتصور على فئة العملة فقط، كل الأمور الاقتصادية. طيب. اللي يعني اللي الدولة من خلالها تستفاد، السبب الرئيسي في تراجعها هم المتواجدين على صدور العراقيين من الأحزاب. طيب. أرجع للأستاذ كاظم، نفس السؤال الأستاذ كاظم اللي وجهته للأستاذ أحمد، إذا أردنا نقارن المبلغ المسروق بما يسمى بسرقة القرن اللي هي الأمانات الضريبية مع أرباح هذه المصارف اللي تم إيقاف التعامل معها بسبب ملاحظات من الخزانة الأمريكية وسبب ملاحظات كثيرة ربما مسجلة لدى البنك المركزي، إذا قارنا بهاي الأموال وهاي الأموال، من تعتبر سرقة القرن؟ لا خب، بالنسبة لسرقة القرن من الممكن أن تكون سرقة التأمينات مال الجمارك اللي تتراوح تقريبا 7 مليار دولار. هذا واحد. اثنين، سرقة القرن من الممكن أن تكون خسائر الدولة العراقية سنويا في قضية البيع النافذة الواحدة ما يقارب أكثر من 10 تريليون، يعني ما يقارب تقريبا 8 مليار و500 مليون دولار. القضية الأخرى، إحنا وضعنا مقترح نعلم أخوان أكو معوقات في قضية مزاد بيع العملة، معوقات كالتالي: طول فترة تمويل الفاتورة، هاي تسمح لآلاف التلاعب على ما تمول، على ما تدز، على ما تدز من التمويل وتجيب الوثائق. القضية كثرة طلبات المصارف والنافذة الواحدة، القضية جيب لي الهوية، البطاقة الوطنية، جيب لي الفواتير، جيب لي كذا، هذا كله تلاعب ومن وراء الأحزاب. قلنا لهم كالتالي: أول قضية إلغاء نافذة بيع العملة والتعليمات الصادرة عنها واستبدالها بطريقة تعزيز الأرصدة بالخارج. اثنين، مال أعرف زبونك حتى تعرف، يعني أنا ما أطل مصرف الفلاني الأهلي والأهلي والفلان والفلان، لا أنا أعرف زبوني التاجر الفلاني هو المباشر حتى من يبوقى أعرفه. اثنين، يقوم البنك المركزي بإجراءات التدقيق والرقابة ومتابعة غسيل الأموال بعد عمليات التحويل، يعني من انطيتك أنت زبوني لغرض أن تشتري هذا من البنك المركزي، بعدها تابع أموالك، فعلا تحولت، فعلا اشتريت، فعلا اجين، طبت، دفعت قمرك، ضريبة، وهكذا. ثلاثة، تكون عمليات التحويل لتمويل الاستيرادات بواسطة الاعتماد المستندي. مستندات ما بيها فلوس، صحيح. ما بيها بوك، ما بيها تروح للمصرف تجيب مبلغ من المال وتلقى بالخمسين مزور، ولا تلقى بنص الخمسينات 5000 دينار عراقي. هذا الموضوع مهم جدا، هذا الموضوع. شوف أنا وصلت كثير من الرسائل: عاشت هيك باقونا الحرامية الكذا المدري شنو. هو من الباق مثل ما تكلم الشيخ، هي الأحزاب اللي باقت، هي الأحزاب. هسه فعلا الرجل يريد يثبت حسن النوايا، هاي مال طلعة الليل زيارة هذا وتلقى لك واحد، هاي مو مسؤوليتك، هاي مو مسؤوليتك. انت ذا مخلي لك واحد فاشل بهاي الدائرة ورايح بداله، وتشوف لك واحد مظلوم ما واصل له، يريدون يعده فلوس له كذا، بعد المن خوب احصرهن كلهن يمك وسرح الدولة. انت لازم تجيب الانسان ثقة الحقيقي وتخلي جهاز مراقبة ومتابعة وتدقيق لكل هاي الامور. شغلك شنو؟ باكر الصبح تلغي مزاد العملة وذن 5 نقاط 3 ماله اللي هو بقوسين
اعرف زبونك، خلاص ان الله يحب المحسنين، وتخرج من قضيه ومن يجونك يضغطون عليك ويبتزونك اطلع للشعب العراقي وشوف الشعب العراقي شو يسوي بيهم ذوله، يخلي لهم اثر والله ما يخلي لهم اثر، وانت تصير المنقذ وتلغي الكل، الكل بالمطلق ما له احترامات للبعض اليسير جدا. هو اكو تصريح للسيد السوداني بانه يعني قال بانه سوف يسترجع الاموال المسروقه، تعتقد هاي الاموال ما يقدر؟ اني سلمت اموال لخادمه سجوده ساجده زوجة صدام حسين بصكوك، ما تقدر ما تتعاون وياك، هيئه النزاهه جاي تعاني من عاونهم يا رئيس الوزراء، روح لامريكا اضغط اضغط مثل ما وقفت التعامل بالدولار، اضغط على اليمن على الامارات على تركيا على الاردن، اكو اموال مليارات تهربت على سويسرا على غير دول، قلهم اكو اموال عندكم موجوده تهربت وانشرت بها عقارات وامور اخرى، هذني اريد جرد كامل ويسترجع للعراق. هذا هذا العمل الحقيقي، والله مو عمل رئيس الوزراء اليوم انا اروح للتقاعد، مريوده منك مريوده منك تخلي يوم بالاسبوع لمقابله المواطنين حتى تسمع طيب. الامهم وهذا هذا مريود طيب. انا ما اريد هذا يمشي وهذا ما يمشي، لا اثنينهم عندك وقت اليوم هذا مزاد العمله، هو مو سرقه القرن، هذا سرقه الكوكب، ماكو بالدولة بالعالم سرقة مثل سرقة، انت شايف لك انطيني سرقة زين انطيني سرقة 300 مليار دولار، هاي مو سرقة القرن، هاي سرقة يعني هاي موازنة مال 10 دول بصفنا ما عدا السعودية زين، واحنا نتكلم واقع ما نتكلم قال الراوي. 300 مليون دولار مليار دولار 300 مليار خرجت جاي اقول لك بس هاي سنة 13 و14 سنة واحدة 47 مليار فواتير مزورة طلعت برا، وين راحة؟ دزوا عليهم موجودين هسه، هاي المصارف موجودة موجودة. ثاني شيء يا أخي أوقف كل المصارف، ثلاثة هاي المصارف مساهماتها بالدولة العراقية في رفض الاقتصاد العراقي، وين؟ ذول عايشين على اثنين، على مزاد العملة وعلى قضية بوقة فلوس المواطن مال كي كارد، لان تدفع 2000 دينار، هو الف تدفع 2000 دينار، هم اذا عندك فد اليوم كل مصرف ومحاولين له وزارتين ما شاء الله طلعت فلوس الرواتب والدنيا كلها، اريد شغلك وين؟ سويت لمصنع؟ اذا ما سويت لمصنع اطلع برا، اطلع برا لان هاي اموال جاي تهرب برا، تدري بس شركه وحده عد الاوراق بس ما اريد ادورها شوي اتعب بيها، شركه وحده مصفه يمكن شركه بالناصريه تقطع عمالة أجنبية على ما أعتقد بالشهر أو الأكثر 50 مليون دولار، والمواطن العراقي ما يستلم ولا دينار، هذا يراد له مراجعة، هذا يراد له فريق شريف. أنا قلت له والله العظيم لو تذهب لو تبقى، المرء أما أن يكرم أو يهان. إذا تريد شوف التفوا عليه هسه بعض اقتصاد أنا أعرف هسه من التف داير ميدورة محمد الشيع السوداني، أنا حذرته من حزبين داخل الإطار وحذرته من البطانة الفاسدة الموجودة هسه الأيام يمه، وقل له احذر لا تغرك ولا يغرك ذوله، لأن تاريخك حلو حافظ عليه، جيب الشرفاء والله العظيم ما نريد مناصب طيب. أقسم بالله نريد لنا خطوط نوصل لك ذني طيب. خلينا بالمصالح، لا تحجب نفسك بالحرام. ما ذكرت لي قد تقدر الأموال الربحيه، ربح هذه المصارف الثلاثه لنفس الشخص في الاسبوع الواحد 301، مو قلت لك بالاسبوع الواحد 90، هو المصارف ربحت بفرق العمله خلال اسبوع واحد 331 مليار دينار عراقي، حصه هذا علي غلام بمصارفه ما يقارب ب 90 مليار بالاسبوع 90 مليار هم بالاسبوع هسه فرق العمله الواحد هسه يطونه ب 1450 يبيعونه ب 1460، هاي اذا باعوه ب 60 هسه ب 1475 بالواحد يربحون اسبوعيا 12 مليار و500 يا اخي خلي هذا دعم للدوله، خلي دعم للدوله، انت تعال بيع بالمباشر وهذا الالف حطه بشبكه الحمايه ووكل الجوعان، ليش توكل الحرامي؟ ليش دائما ابن الحرامي بالقصور وابن الفقير بالقبور؟ ليش ما تنصفون هذا الشعب اللي ضحى بالتفجير ينتخبكم،
بالجوع ينتخبكم، بالمطر ينتخبكم، بالحر ينتخبكم، بالضيم ينتخبكم. يراد وقفة حقيقية. هاي فرصة. أنا أقول هاي اليوم يجب على محمد الشياع السوداني البطانة الفاسدة، دير بالك منها والله والله عشعشة. وهسه بمكتبك خلينا نسمع أستاذ أحمد. أستاذ أحمد عندك تعقيب تفضل. ولو أنا آسف أقاطع أستاذ كاظم، حبيبي أستاذ العزيز، إحنا ليش يعني أنت ليش جاي تسأل هذا السؤال جد الأرباح؟ أنا أعطيك على علي غلام. أنا رجل تربطني بعلاقة جيدة، يعني أنا صديق الرجل. علي غلام سنة 2006 يملك 60,000 دولار، حالياً يملك 4 مليارات دولار. منين هذه؟ لا يقرأ. خليها بالمناسبة خريج خامس ابتدائي، خريج خامس ابتدائي. خلي عليه بد معلومة. حالياً البنوك الأربعة تحت التدقيق. تدقيق شنو يعني؟ راح يدققون على الفواتير. يعني هل يا ترى إذا بعد 10 أيام أو شهر وقالوا دققنا ويرجعون مرة ثانية هذه البنوك للمزاد، ش راح يدققون؟ يعني صحة الفواتير؟ يعني أنا أقول إذا تدخل عندنا علي غلام ما يعرف يستورد من ساعة حياته، ما مستورد من ساعة. زين هاي الفواتير اللي يجيبها ويعطيها البنك المركزي شلون؟ عمي بس ما نقدر نحكي. يا أول حكيت عليه روح قدم دعوة تشهير. شنو الحكي هذا؟ يعني ذلك احنا شو نقول؟ احنا معولين على هذا الزلمة، هذا اللي شارب ماي العمارة. والله العظيم يا ابو مصطفى، واتمنى مثل ما عهد الشعب العراقي، قلت اذا تعرضت الى ضغوط راح اروح للبرلمان واكشف امام الفضائيات، اقول هاي الجهات جاء تضغط علي وبالتالي لا استطيع تكملة المشوار. وهذا الحال لو لا ليش لو لا يستطيع؟ خلي يستمر ويحاربهم ويقضي عليهم واحنا وياه. استاذ كاظم تدري لو فعلا اتعرض لهذه الضغوط وطلع وراح للبرلمان وحكى بالتلفزيونات وقال جاي يتعرض، والله العظيم الشعب العراقي يدخل عليهم ببيوتهم. لان هذا الرجل له مقبوليه حاليا للامانه. استاذ كاظم انا وانت واغلبيه السياسيين نعرف بان هذا الرجل له مغلوبيه، 90% من الشعب العراقي ابو مصطفى عنده مقبوليه. بس نتمنى يا اخي اعطوه مجال كافي. شبعتوا من 2003 ولحد الان، بابا شو تريدون بعد من عندنا؟ ما تقولون شو تريدون؟ خلوا الفقير استفاد ولكم والله نتيجتكم القبر. شو راح تقولون لله؟ شو تقولون له؟ وقفنا ويا علي غلام، وقفنا ويا ابو الهدى، وقفنا ويا ابو المتحد، وقفنا ويا حسن ناصر، على مود من؟ ولكم كلهم كانوا قبل، يعني قلت لك واحد منهم صديقي 2006 بالقرآن الكريم 60,000 دولار ملكيته. هسه ايش قد ملكيته؟ ما يقول أستاذ كاظم يقول قبل 2003 من كان يشتغل في مجالات ما بتذكر اسمه، بس أنا أقول لك 2006 هسه ايش قد يملك؟ من 60,000 دولار هسه ايش قد يملك؟ هسه يملك له بالتمليارات رب مليارات استاذ العزيز. وين المحاسبة؟ طيب يا ويقدر يحكي تدري اكو معلومة خلنا نقولها لرئيس الوزراء. اي حتى اختم اقول لك قبل فترة كبير جدا بالدولة العراقية يتصرف يحكي مرات حتى يطعن بالقضاء العراقي. مرة حبيبي من بتقعد يمه يقول لك انا جبت فلان وانا جبت فلان وانا جبت فلان، من تروح تشتكي علي تقول لهم هذا جاي يشوه سمعتكم؟ طيب يقول لك جيب الدليل وانا عينت فلان. لذلك لذلك الدولة اللي وصلنا عليه. طيب فلذلك احنا نعول على هذول الزلم الثنيين، نعول على الاستاذ فاق زيدان ونعول على ابو مصطفى على مود يقذون ذول المساكين. خلي ولكم مره الشعب والله جاي ينامون بالزباين، والله جاي يدورون بالزباله وجاي ياكلون. ولكم كافي، ولكم ضميركم اندبكم، خلي اندبكم الضمير. صار له جد الساد كاظم يحكي، صار له هاي ثامن سنة يوميا يطلع يا اخوان يا اخوان اريد واحد سمع لي، اريد واحد دز على الساد كاظم وقال له تعال نسوي حلول، اريد واحد دز علي وقال تعال نسوي حلول. لا تدزون على التاجر، لا تدزون على الاقتصادي، لا تدزون على الشريك. واضح لا الوقت الحرامية. ليش الحرامية وين راح يوصلوني؟ وين راح يوصلوني الحرامية؟
بنشكرك استاذ احمد بنص دقيقه. طبعا موقف عقارات الدوله في قضيه ايقاف التخمين مال 3 مليار البيت اياد علاوي بشارع الزيتون موقف يحسب، بعدين زودوه 7 وفرضوا، بعدين يعرض بالمزايده ما قبله. واتمنى من رئيس الوزراء يلغي موافقه رئيس الوزراء السابق الكاظمي في قضيه بيع له بالمباشر، والسائلون تقول تعال منين لك 7 مليار. كل الشكر والتقدير للنائب السابق السيد كاظم الصياد، وايضا الشكر والتقدير للسياسي المستقل الشيخ احمد العريبي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والتقانا في حلقات قادمه. حتى ذلك الحين في امان الله.